الواحده بتتكلم عن سنها 40 سنه وزنها 80 كيلو وبتقول ان عندها طفلين وتعاني من ترهل في الثدي وترهل في الظهر. كلام ناس جميل على فكره، يعني انا اول مره اخد بالي ان الناس واخده بالها من كلمه ترهل في الظهر وزياده وزن في منطقه البطن. ايه الحلول بقى؟ بص، ده تيبيكال المشكله اللي بتعاني منها المراه بعد الجواز او بعد الحمل او بعد تكرار الولادات اللي احنا يمكن اتكلمنا عليها، مشاكل الام. ازاي ان انا ارجع الام دي ان هي تبقى تاني انثى ما عندهاش مشكله اللي حصلت لها، او ما عندهاش اثار الجانبيه المترتبه على الحمل والرضاعه وتمدد البطن وزياده في الوزن، ثم ان هي ترجع تخس تاني. اللي احنا بنقول عليها المامي ميك اوفر. طيب، هو كل تقريبا معظم الستات في السن ده مع تكرار الحمل بيحصل لهم نفس المشكله دي، بيحصل ترهل في الثدي، بيحصل ترهل في البطن، وترهل البطن وزياده حجم البطن هنا ما بيبقى غالبا نتيجه ترهل او ضعف العضله وليس بس دهون خارجيه. الظهر طبعا من الحاجات اللي هي ربنا خالق الجلد فيها سميك شويه، احنا بننام عليه، بنقعد على، يعني فاهم ازاي، دايما الجلد بتاع مقدمه الجسم غير خلفيه الجسم. ان الست تبقى وزنها 40 في الحمل تبقى 80 وبعد كده ترجع تاني تبقى 60، صعب. ده في ناس بتوصل 40 فعلا، في ناس ترجع زي ما كانت فعلا تحافظ على نفسها عندها رجمن، يعني في ناس فعلا بتشوف تقول هي دي ولدت من شهرين ثلاثه، ولدت من 6 شهور، هي دي حقيقه بتحصل. بس لما اكون انا عندي بروتوكول امشي عليه، اعمل ايه بعد الحمل، اعمل ايه بعد الولاده، اعمل ايه بعد الرضاعه، واثناء ازاي احافظ على جلدي وانا حامل، ازاي اعالج تصبغات الجلد او ما بيقولوا عليه كلف الحمل وهو في فتره الحمل، ازاي احافظ على صدري مع التغير الهرموني اللي حاصل وبيحصل زياده في حجم الصدر، ازاي ان اعمله سبورت احافظ عليه. واخد بالك، دي ثقافه. الثقافه دي لو اتبعناها قبل واثناء وبعد هنقلل كتير قوي من المشاكل اللي بتحصل في تغير شكل الجسم في المراه بعد الولاده. اكيد طبعا كل الحاجات دي ليها حلول، وليها حلول على حسب الحاله. يعني احنا ما ينفعش نجاوبك من السؤال، احنا في مشكله، في حل. الحل ده بينطبق على كل حاله كحده. يعني في ست حصل لها ضمور في الثدي بس الصدر ما حصلوش سقوط عنيف. السقوط العنيف ليه طريقه علاج غير السقوط المتوسط غير السقوط البسيط. ضمور حجم الثدي ليه حل، حله ده ممكن يكون الحشوات او ممكن يكون حقن الدهون. انهي انسب لك؟ ما تقوليش ان ده احسن من ده خالص. احنا زي ما بنقول كل مشكله ليها علاج، بس كل مشكله ما ينفعش اثبت العلاج، لازم افصل العلاج المظبوط لكل حاله على حسب الحاله نفسها. مشكله البطن لو دهون بس هتتعالج ازاي؟ لو دهون وعضلات وجلد هتتعالج ازاي؟ لو العضله كويسه، انت عارف الجهاز الجديد اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده، الجي بلازما، لو العضله في الست كويسه كل مشكلتها جلد ودهون، ممكن ما نعملش تامي تاك، ممكن ما نعملش شد. بس لو العضله بايظه او فيها ترهل او فيها التمدد الدايفريكيشن ده، لازم هنا لازم نعمل تامي تاك. الظهر من الحاجات غير البطن، الظهر من الحاجات المتماسكه، يعني حتى لو زادت في الحجم او قلت هتلاقيها متماسكه، الترهل فيها ما بقاش عنيف. اكتر حته بت عندهم مشكله فيها هي المنطقه العلويه من الظهر اللي هي بيقولوا عليها عند حزام البرا او عند البرا نفسه. دي الاجهزه التكنولوجيز الجديده احنا غالبا ما بنحتاجش نعمل لها شد، احنا بس بنعمل لها شفط، وبنفس الوقت الماشينز الجديده دي بتحسن الجلد زي ما اتفقنا. رسم الوسط، ساعات الناس لما بتفقد وزنها كتير بيحصل لها فعلا نوع من انواع ترهل الهانش نفسه نتيجه فقدان جزء كبير من الوزن. الميه نفسها، الحمل بيخلي الجسم يعبي ميه كتير، لو في مشاكل في الحمل او في تسمم في الحمل او في نوع من انواع تحويش الميه في الجسم نتيجه الحمل، ده من الحاجات اللي بتخلي الجسم يفقد وزن سريع جدا بعد الولاده في وقت قليل جدا، فبيحصل مشاكل الجلد. كل الحاجات دي ليها حل، بس طبعا احب اقول ان ده موجود حل. المشاكل دي مش عند حضرتك بس، عند ناس كتير قوي، بس لازم تعرضي نفسك على حد متخصص وهو ده اللي يقدر يفيدك في طريقه الحل المناسبه.